السلام عليكم ورحمة الله. عاجل إنزال كثيف لقوة الدرك الوطني في الجزائر العاصمة، والحديث عن انقلاب عسكري وشيك في هذه اللحظات، وهذا بعدما اجتمع اللواء توفيق مع السعيد بوتفليقة واللواء طرطاق وبعض العناصر من الاستخبارات الفرنسية، وأرادوا ضم اليمين زروال، لكنه تفطن للخطة وقرر عدم الحضور. وأسفر الاجتماع على قرارات خطيرة جدا، أهمها تقسيم المجتمع وخلق الفوضى في مختلف جهات الوطن، بالإضافة إلى خلق حكومات متعددة الأقطاب، كما أن الاجتماع خلص إلى حل البرلمان واستقالة الرئيس وإحداث فراغ قانوني يهدف إلى زعزعة الاستقرار وبث الرعب والفوضى في أوساط الشعب. لكن ولله الحمد تفطن الجيش الوطني الشعبي للعب القذرة، لأنه يراقب عن كثب وهو يتعهد بضمان أمن الدولة والمواطن. وهناك أخبار عن اعتقال سعيد بوتفليقة، وهذا ما ينذر بانقلاب عسكري وشيك. المهم، الساعات القادمة سوف تسفر عن قرارات من شأنها أن تغير موازين القوى وتؤثر على مسار الحراك الشعبي في الجزائر. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.